انا ما بؤمن بالمعالجات الخارجيه. صحيح هم المؤسسات الافريقيه والمؤسسات الدوليه هي مؤسسات مهمه، لكن اهميتها بتجي لو انه السودانيين نفسهم عالجوا مشكلتهم الانيه وبقت في المشكله يعني اللي هي مشاكل الدول العاديه الطبيعيه، ونحن بنحتاج لهم في الوقت ده، لكن ما بنحتاجهم انه يعالجوا مشكلتنا الانيه لانه ما بيعرفوها اكثر مننا. صحيح عندهم قدرات، عندهم قدرات بشريه، عندهم قدرات ماليه، عندهم كل شيء، لكن برضو ما عندهم المعرفه الدقيقه بالمشكله السودانيه زي ما نحن السودانيين عندنا المشكله بتاعتنا. فدي مهمه جدا جدا. لكن فينا عيب كسودانيين، دي الدولة الوحيدة الشعراء بيقولوا من أولى أبوك بلد، ما سمعناه تاني في أي دولة تانية. ودي الدولة الوحيدة اللي أساسة بتاعنا، أساسة بتاعنا بيشتكوها في موائد الدول الأخرى. يعني هسي من هنا ده لو في حاجة فتح كده وشفتوا السفارات، انتوا بتلقوا أساس السودانيين والنشطاء، بتلقوا أساس والنشطاء يصطفوا على هذه السفارات. الشغل اللي بيعملوه ده واحد، هم كلهم بيمشوا بيشتكوا السودان، حرفيا بيمشوا بيشتكوا السودان. وأبعد من كده بيمشوا بيقولوا والله يا أخي نحن عندنا مشكلة في السودان، عاوزينك تيجي تحلوا لنا، وكأن قدراتهم متناقصة. بيمشوا بيقولوا والله السودان ده فيه مشكلة، خلي يكون فيه سانكشنز، عقوبات، وكأن هذه العقوبات لا تضر بهم وبأثرهم. يعني ده الدولة الوحيد الناس شغالين ضده، ودي الدولة الوحيدة لما تحصل فيها مشكلة بيمشي منها 5000 لمصر، 5 مليون لمصر، 7 مليون لتركيا ولبلدان أخرى، ولما تبرد شوية بيجوا راجعين لها تاني عشان يحكموها. الله أكبر، والله العظيم ده الحاجة اللي حاصل، وأنتوا ونحن سودانيين. فأنا ما عارف أنه 200 السودانيين يعني يتوجهوا لبناء الدولة السودانية، لأنه نحن ما بنينا الدولة السودانية حتى الآن. من 1924 ليومنا هذا نحن بنفوت فرصة وراء فرصة لإنشاء الدولة السودانية، لأن الدولة السودانية نحن ما أنشأناها. الدولة السودانية اللي حسي بنتكلم عنها دي بكل المعايير ده سجن مفتوح للإثنيات، أكبر سجن في العالم اللي هي ممكن نسميها الدولة السودانية. طيب نحن في الوضع الحسي عندنا مشاكل، الخطاب الجهوي متنامي بسرعة شديدة جدا جدا، الخطاب الإثني متنامي، خطاب الكراهية متنامي، ونحن شعب واحد، كيف أنه نحن نسمح بأنه حاجة زي دي يحصل بيناتنا وما قادرين نعادي المشكلة واحدة صغيرة حصلت لنا، إلا ننتظر أنه فولكر يجي، الثلاثي يجي، منو يجي، عشان نجي نعالج المشاكل دي. فأنا يعني من مضامين المبادرة دي أنا لميت فيها صمه، يعني أنا ما بعرف، لكن طبعا الحاجات اللي بكتبوها سيدي منشورة بتلف، هي مبادرة كويسة، مبادرة المبادرات، جمع المبادرات كويسة، هي دي ما نهاية المطاف، ممكن تاني يعني تزيدوا عليها كثيرا. ولما تستمعوا للناس الآخرين هي ما حاجة جامدة، ليست وثيقة جامدة، هي قابلة للحوار أولا، وقابلة للحذف، وقابلة للزيادة، وقابلة للتحسين، كثير فيها حاجات كثيرة لسه هناك، عشان السودانيين محتاجين مش الاتفاق. في ناس كثير بيقول لك والله السودانيين دول دايرين نتفق، ما حتتفقوا. يعني أنا الحمد لله ربنا اداني يعني عمر، أنا مارست السياسة السودانية 50 سنة أو ما فوق شوية قليلا، لما كان في حزبين في السودان أنا كنت اتحادي، شباب في الاتحادية، في الاتحادي مارست السياسة، في كشاف في مايو مارست السياسة، كشاف في مايو
فرح العقار اللي انت بتشوفه ده، ده كان تلاميذنا عيال صغار طبعا. فانا داير اقول ما حصل يوم السودانيين اتفقوا على كلمه سواء، لكن هسه نحن دايرين حاجه ممكن السودانيين يتعايشوا معها. نحن دايرين نوصل للطوة ده عشان نبني الدوله السودانيه في. فالدور بتاع المركز ودوركم انتم دور مغدر، ونحن يعني في لجنة الحوار والتواصل مع القوى السياسية هنعتمد الوثيقة دي واحدة من الوثائق الرسمية، وبننطلق وندمج مع وثائق أخرى، وبنتعاون كثير مع مركز الدراسات والحكم وجامعة بحري. دي مؤسسات عريقة، مؤسسات أكاديمية، من واجبها كل المؤسسات العلمية الجامعات أنه تعالج مشكلة السودان وتبتدر المبادرات لكل عالي مشاكل السودان من الجوانب بتاعتها ككل. فدي دي مهمه جدا، وانا داير اكد لكم ان احنا بنتعامل مع مركز الحكم وبنتعامل معكم كمجموعه بجديه شديده جدا، لان انتم مجموعه وطنيه، مجموعه سودانيه، مبادرات سودانيه ومجموعه جاده، ونحن هنكون برضو جادين معكم عشان نعالج المشكله الانيه في السودان ونعيد الدوله السودانيه لوضع شبيه بالوضع الدستوري، وننطلق لمعالجة مشاكل السودان الأخرى. لأن هسي دولتنا دي على وشك الانهيار، ولو انهارت ما هتتلم، يعني ما في مثيل لها في الدول. صوماليا انهارت ما قادرة تلم. صوماليا ده لغة واحد، إثنية واحدة، دين واحد، ربنا واحد، لكن ما قادرين يلموا. لبنان كله ده دين واحد، عنصر واحد، ما قادرين يلموا. ما بالك أن السودان عندك 550 مجموعة عرقية، عندك 300 لغة، عندك مجموعة من الآلهة، عندك مجموعة من المعتقدات، عندك مجموعة من الثقافات. الأولى بينا أن نوصل لكلمة سواء وتوافق يعني قوي عشان نقدر ندير الدولة السودانية. otherwise الدولة السودانية لو انهارت ما في طريقة تانية تتلم، وبالذات مع تنامي خطاب الكراهية الحاصل أصلا ما في طريقة أن احنا نلمها. أنا شاكر لكم وبقول لكم أكد لكم أنه هذه المبادرة هتكون واحدة من المبادرات الأساسية على طاولة لجنة الحوار والتواصل مع القوى السياسية، وأتمنى أنه كل المجموعات الأخرى يحزوا حزوكم عشان في النهاية نكون عندنا على الأقل وثيقة واحدة نضعها على الطاولة. هسي الناس كثيرين أي زول بيقول لك والله يا أخي الحوار ده كويس، لكن لما تقول له يعني يكون عنده الشجاعة زيكم كده يقعد يقول نحن قاعدين الكلام ده عشان نعمل الحوار، ما بيعملوها، لأنه هم في الصباح كثير منهم لكن لما بينقلبوا خايفين الآلة بتاع حسي في آلة بتاع التخوين مالي جوجل فينا ده انقلابي وات اف اي تيز كله ده. الدولة يا هل هتنهار مش مالي قاقر ولا دكتور ولا دكتور محمود ولا أي زول فيكم هنا كشخص، ألا تنهار هي الدولة السودانية، ألا في المحك هي الدولة السودانية وليست الأشخاص. لو مشينا بطريقتنا دي بننهي، ما هنكون عندنا دولة تانية ولا هنكون عندنا سياسيين قاعدين، ونحن دايرين الناس النشطاء الموجودين في الدولة السودانية يرقوا إلى مستوى السياسيين السودانيين عشان نقدر نخارج الدولة السودانية.